اللي نتوما كتعرفوا ان عندها ملامح سياسيه اكثر ما مضغوط على الدوله سياسيا اكثر ما هو مضغوط على الناس المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا. مشاهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي يشتغل، ولكن قبل ما يشتغل دار واحد المنهجيه انا اعتبرها سليمه وهي ما كايناش الان مع ما يسمى بنموذج التنموي الجديد في المغرب. عمل تشخيص، وهذا التشخيص دار فيه جلسات سماها جلسات استماع واسعه مع الناس في الارض. هذيك اللي كان كيقول الحسن الثاني في الصحراء ربحنا مصر ولكن خسرنا الانسان، لان مسؤوليه الانسان. اذا توجهنا عند الناس سولوهم كيفاش كتشخصوا الوضع، علاش كتستشعروا بانه كاين امور ما غادياش مزيان، ولكن في واحد نصف المغرب ولا ثلث ديال المغرب خرجوا الناس كيعبروا دار جلسات استماع واسعه وحقيقيه في مقاربه تشاربيه كنعتبر بان ملامحها كانت ايجابيه، وانا على اي حال ساهمت في جزء من هذا الشيء. الناس جاو كيعبروا، الناس كيدونوا كيكتبوا، من مؤسسات، من جمعيات، من منتخبين، من مواطنين، من شباب بشكل مفتوح مع الطلبه، مع الناس. ما كانتش تحدثوا عن مطالب تنمويه اجتماعيه اقتصاديه، ولكن تحدثوا ايضا عن مطالب سياسيه. ومنين تفرغوا الناس اللي اشتغلوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي على هاد مرحله التشخيص الاولي، لقوا ان الشكوى الاساسيه ديال الناس في تشخيصهم الناس يتحدثون عن فساد. الناس كيقولوا كاين فساد في المنطقه، وكاين تسمى السيرامون قبيله مغربان، كيشعروا بانه كاين واحد النخبه صنعت وتضبط وكبرت واللي كان مفترض فيها التمثيليه وبعدت على الناس. والناس كيقول لك حنا عينا من هذا الشيء، عينا من هذا الاحتكار اللي كاين في المنطقه، عينا من عائلات معينه تدعمت بطريقه واضحه كانت لا شيء فائده بها اليوم تمتلك. وتحدث الناس على هذاك الدعم الاجتماعي اللي كانت كتقدم الدوله وصل الى 4 مليار ديال الدرهم غير في الدعم الاجتماعي المباشر، باش نحاولوا نخلقوا واحد النوع ديال التوازن. في النهايه هذاك الدعم الاجتماعي المباشر لم يؤدي الاغراض ديالو، والناس بقاو كيشتكيو من ملامح تمايزات اجتماعيه واقتصاديه ولكن عندها ابعاد سياسيه. وتحدث الشباب عن الابعاد الحقوقيه، هذا علاش انا غنرجع نتحدث عن البعد السياسي والحقوقي فيما يسمى النموذج التنموي، لانه كيوقع تعسف باش نفصلوهم. انا اعطيكم واحد المثال بسيط، انا بالنسبه لي نشخص شويه الازمه ديال ما يسمى النموذج التنموي ومازال غنمشيو فيه. خذوا منطقه بحال قلمين، بحال قلمين تبنات فيها في اطار النموذج التنموي المعتمد في هذيك الاقاليم قرية رياضية بمقاصفات أولمبية، ما كايناش في المغرب، لا توجد حتى في الدار البيضاء وفي الرباط، قرية رياضية كبيرة. تسلم التدبير ديالها للجماعة، بغض النظر على شكون في الجماعة، الجماعة كمؤسسة، عندها بعد تمثيلي. هذيك الجماعة شنو دارت؟ لأن هذاك الشيء كان كبير وبمواصفات عالية سدتها. كيجيو الشباب ديال المنطقة، الفرق الصغيرة اللي كتلعب في مختلف الرياضات، كيقول لهم لا انتم ما حقكمش تلجوا الى هذه القريه، لان جاتهم بزاف على وليدات المغرب وابناء الشعب يلجوا الى، وبقات هذيك القاعه مسدوده وقع صراع في تدبيرها. يعني تحطوا فلوس وتبنات بنايات ولكن ما كاينش راه هذا هو النموذج التنموي اللي غادي فيه، ما كاينش منطق يدمج المشاريع في المحيط ديالها وشعروا الناس بانها ديالهم. في هذيك المناطق وقع هذا الاشكال. اليوم في المغرب ما معنى نموذج تنموي نحيل على التنميه؟ حيت انا دابا غنكون لاحظ الاحزاب السياسيه كلها اطلقت هذه الديناميه بطريقه قصريه، راه حتى البارح ما كان حتى شي واحد كيتكلم بحال اللي وقع لنا مع دستور 2011 مع الحراك. حتى قبل 20 فبراير ما كان حتى حزب سياسي يتحدث عن الاصلاحات الدستوريه، ما كان حتى حزب سياسي يستشعر ان الأزمة في المغرب يجب أن تؤدي بنا إلى إصلاحات دستورية حقيقية. جا الحراك بدأنا نتحدث عن الإصلاحات الدستورية، ودات في مسار لم ينضج لا على مستوى النقاش العمومي ولا على مستوى قناعة المؤسسات، ودرنا هذيك اللحظة وسرعان ما بدأنا ننقلب عليها، ودرنا ثورة هادئة بمنظور، ولكن هذيك الثورة أكلت نفسها في سنوات قليلة. ولينا عطينا نتحدث اليوم عن تراجعات وعن تشخيص ملامح وضع فيه على اي حال اشكالات متعدده.
اشو كيديروا الاحزاب الان السياسيه؟ اليوم كان نقاش في البرلمان حول ان البرلمان حتى هو يجب ان يسهم في وضع ملامح نموذجنا، ولينا كنتسابقوا مساهمه البرلمان باش ما يبقاش حتى هو بوحدو، والتفكير في احداث لجنه موضوعاتيه تنكب على هذا. شو كيقولوا السياسيين؟ كيقول لك حنا لا قبل لنا باش نوضعوا نموذج تنموي، خصنا نمشيو ندبروا على خبرات اقتصاديه واجتماعيه بمواصفات تقنيه، بمواصفات تقنيه، لان شنو هي التنميه اللي بغاو يفرضوها علينا؟ نتحدث عن التنميه، نتحدث عن بعد اقتصادي واجتماعي فيه احصائيات وفيه ارقام كميه. لاحظوا من تطلق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واستهدفت الجمعيات، وهي في الحقيقه قتلت روح الحركه الجمعويه التي بنت من المغرب. اصبحنا نتحدث عن المشاريع الصغيره المدره للدخل، دخلت السلطه ولات كتقول الجمعيات تجي وندربكم على كيفاش تمونطيو واحد البروجي باش نعطيوكم الدعم. وفي هذاك الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ما بقينا كنلقاو حتى شي مشروع عنده مواصفات بالتاطير السياسي والحقوقي اللي كانت كديروا حركه جمعويه غدت الساحه السياسيه والحقوقيه في المغرب. اليوم افتقدناها وانتقلنا فرغناها، لان هي في الحقيقه سبقت الاحزاب، ثم افرغنا الاحزاب، ثم توجهنا الى النقابات، ثم اليوم اصبحنا في شبه فراغ. كنبحثوا على مؤسسات يمكن ان تمارس ادوارها، ولكن ما بقيناش كنلقاوها باش حاضره بالشكل اللازم. اذا منين فرغنا فعل التنميه بحال اللي قنعنا المنتخبين اللي عندهم شرعيه التمثيل اللي خصهم يمثلوا الناس، الهواجس ديال الناس، الاحتياجات ديال الناس، بانكم نتوما ما قاديينش ديروا مشاريع تنموي وكتلجؤوا الى مكاتب دراسات. انا ما بغاش تفهم لي كيفاش بجماعه او جهه باش دير مثلا نموذج تنموي لمدينه صفرو او لمدينه اخرى او لجهه معينه، كتلجا لمكتب دراسه تقني باش يصيب لها تصور لتنمي المنطقه اللي هذوك الناس نبعوا من الاراده ديال الناس باش يمثلوا الاحتياجات ديالهم وتصورهم لتنميه هذه المنطقه. وللاسف هذا الشيء راه معمم على كل مدن المغرب وعلى كل جهاتها. والان انتقلت العدوى الى الاحزاب السياسيه اللي دارت ديك اللجان ديال الخبره، وبدات كتقلب على مكاتب دراسات باش تنتج وثائق، وبدينا كنتسابقوا. والبرلمان ها هو انخرط، وسمعنا ان الاغلبيه الحكوميه حتى هي اتفقت على ان تشتغل بشكل جماعي على نموذج تنموي، ويخرج نموذج اقتصادي واجتماعي، ويخرج والمجلس الاعلى للتطوير التكوين والبحث العلمي سباق الناس ودار في اطار النموذج التنموي الجديد نحو مدرسه العداله الاجتماعيه، واصدر تقرير ما عنده حتى واقع الان. اذا في التشخيص خصنا نقولوا بانه ماشي اول مره نتحدث عن وجود ازمه. نعطيكم مثال ديال التعليم، لانه لا يمكن ان نتحدث عن نموذج تنموي ما فيهش التعليم. التعليم جاء خطاب ملكي يقيم سياسه عموميه في مجال كبير، يقول بانه احنا اليوم في وضعنا التعليمي الى كتذكروا في خطاب العرش 2013 احنا أسوأ من 20 سنه قبل. وتمت دارت مره اخرى الاحاله على هيئه دستوريه خارج الاطار الدستوري والتمثيلي، هي المجلس الاعلى للتربيه والبحث العلمي، قالوا ديروا لنا تصور لاصلاح منظومه التربيه والتكوين. اذا الاشكال الاول في المغرب بدا من كيف نقيم السياسات العموميه، حيت الا ما عرفناش نقيموا سياسه عموميه بالطريقه الصحيحه راه ما يمكنش نبنيو واحده اخرى. اذا التعليم علاش فشل؟ كيف دبرنا ملف التعليم في المغرب؟ نديروا تشخيص. وصلنا الى انه الوضع الان قيل في خطاب الملكي ان الوضع 20 سنه قبل الان احسن من الان، مزيان. شنو هي مرجعيات هذا التقييم وكيف نتوافق عليها؟ ومن الذي يقيم السياسه العموميه في المغرب؟ حتى الان القريب الولايه السابقه كانت الحكومه اشتغلت على دراسه في النهايه عاوتاني تعطاتنا مكتب دراسات باش يقول كيفاش ندبروا اشكاليه تقييم السياسه العموميه في المغرب، وعلم ان هذا النقاش مستورد من فرنسا، حيث فرنسا تفتح فيها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشتغل في اصدار تقارير دوريه حول السياسات العموميه. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فرنسا دار واحد نقطه النظام وقال هذه التقارير ديالي في النهايه اللي كنتجها شنو المآلات ديالها، كيف تتعامل معها الحكومه وكيفاش كتناقش البرلمان الفرنسي. جبنا حنا هذا النقاش وقلنا ان هذا الاختصاص المغيب في المغرب غنعطوه للبرلمان،
ودستور 2011 حسم في منح البرلمان اختصاص تقييم السياسة العمومية، والبرلمان إلى حدود هذه اللحظة يعيش ارتباك كبير في تدبير هذا الاختصاص، لأن هذا الاختصاص خاصه إمكانيات كبيرة كتدير الحكومة عبر أجهزتها عبر المفتشيات أساساً، لأن المفتشيات كتخرج راه كتشخص راه كتقيم. المجلس أعلن الحسابات لا يفعل إلا أنه يقيم السياسة العمومية، لأنه عملياً دستوريا مطلوب منه يدير افتحاص سلامة النفقات العمومية، يقول لنا واش الناس كيصرفوا مزيان ولا ما كيصرفوش مزيان، لأنه مؤسسة غير مؤهلة لتقيم التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لأن هذيك اختيارات اللي كيختارها وينفذها خصنا نقيموه وخصنا نحاسبوه بحال في العالم كامل بآلية ديمقراطية. عمليا حنا المجلس الأعلى للحسابات هو اللي كيدير عندنا تقييم السياسة العمومية، والمؤسسات المفروض فيها دير هذا الشيء ما عندهاش الإمكانيات اللازمة باش ديروا، أو على الأقل مازال ما تعرفش ديروا. إذا أنا بالنسبة لي المنطلق من أخص الناس الهيئات والأحزاب السياسية ألا تنخرط في نقاش غير مؤسس إلا ما درناش تشخيص بلا ما نعاودو شنو، لأن اليوم شنو اللي وقع؟ خذوا أنا أعطيتكم تعليم نموذج، أنا راه درنا رؤية دارها المجلس على التكوين، أعطاها للملك، الملك حالها على الحكومة، مطلوب من الحكومة أن تنفذها بشكل مباشر في قانون الإطار، راه يخرج هذا القانون الإطار 2015-2030 بحالها بحال المخططات القطاعية العابرة للحكومات واللي ما كنعرفوش أن نقيموها. وقع صمود كبير في البرلمان باش ما نقيموش المخطط الأخضر مثلا، كانت مقاومة. هذه المخططات العابرة للحكومات والمؤسسات وما عرفناهاش كيفاش كدار وكيفاش كتخرج وكتكون عندها كلفة مالية كبيرة، واللي جا كيلقى مضطر أن ينخرط فيها لأن عمليا كيتقال عندها بعد استراتيجي حتى لا نرتهن للموسمية ومنطقة قطيعة باش نكونوا في إطار استمرارية الدولة. حنا بعدا مازال ما عرفناش نحددوا ملامح التدبير ديال الدولة بشكل عام. هذا النموذج التنمية الذي نريده واللي حصرناه فيما هو اقتصادي اجتماعي راه التشخيص ديال الفشل ديالو سبق بكثير، راه مؤشر التنمية البشرية اللي كيقوم اساسا على الصحة والتعليم والدخل الفردي كان ديما دائما كيرتبنا بين 120 و 130 ونحن في عملية لا نتقدم. إذا بغينا المشكلات كمية اليوم دولة بحال إثيوبيا بحال رواندا سابقانا بشكل كبير في النمو ديالها، ولكن حددت الاختيارات ديالها، هي قل منا ولكن راها غتفوتنا بالنظر إلى مستويات النمو اللي كتقدمها، هي من أعلى مستويات النمو في العالم، لأن الدول إذا كان النمو في أوروبا ما كيتجاوز 1% عشان راه أقل من 1% راه هذيك الدول وصل فيها 7% 8%. لا بحال اللي وقع في لحظات معينة مع البرازيل ومع كوريا وعادت انطلقت، ولكن هذه قطعت في هوية النموذج الذي تريد، قطعت فيه النقاش وحسمت فيه مجتمعيا. احنا هاد الشيء ما عندناش، نطلق برامج إصلاحية من داخل مؤسسات معزولة وما كنديروش تعبئة حول هذه المشاريع الإصلاحية، ما كاينش ولا مشروع إصلاحي واحد في العالم نجح دون أن يحتضنه الناس ويؤمن به الناس، ما كاينش لا يوجد، لا توجد دولة ذات نمو بلا ما تكون عندها وجوه عندها مصداقية روجت وخرجت عند الناس وأقنعت وتعبأ الناس. النماذج اللي كنعطيو ديال البرازيل وديال كوريا وديال أنا قريبة لنا وديال التنينات السبع في آسيا الشرقية وغيرها راها ما مشاتش غير حيت بزيت واحد النهار وجينا قلنا خصنا نديرو نموذج تنموي وستينا على راسنا في مؤسسات معينة وجبنا مكاتب خبرة ودراسات معزولة. ودابا البرلمان اللي فيه التمثيليه يتحدث عن لجنتين موضوعاتيه، وهذيك اللجنه الموضوعاتيه في النهايه ستضطر الى اللجوء الى خبرتين خارجيه ولا اجنبيه، على اساس النقاش مازال يتفاعل والاحزاب السياسيه مشات بهذا المنظور، وغنجيو نديرو وثائق وغنتجوها وغنديرو ندوات صحفيه لعرضها وغنتسابقو كاع على هذا العرض، ولكن في النهايه ماذا بعد؟ السؤال الرئيسي هو اذا مشيتي عند اي مواطن مغربي اليوم وسولتيه تقول له سمعنا انه كاين واحد الدينامية عندكم في البلاد سميتها نموذج تنموي جديد، الى قال لك ما راسيش هادشي ما كنسمعوش حاجه بحال هادشي في التلفازه
ولكن راه ما كاين والو، حنا ما كنحسوا حتى شي حاجه في الواقع. هذا هو التعبير الاساسي على الازمه، راه هنا خصو يبدا التشخيص. ما يمكنش تبني نموذج تنموي وحنا كنهدوا اسس الدوله واسس المؤسسات اللي يفترض ان تلتحم بصوت الناس. حيت نموذج تنموي ما مساهمينش فيه الناس وما حاسينش به، راه لا يمكن ان يكون نموذج تنموي. حنا الدوله كتلعب عندنا الدور ديال على داك التلميذ الذي يدخل كتب انشاء جيد وجاب النقطه الاولى في الحفاظ على البيئه، وخرج لقاو كيهرس في النباتات وفي الاشجار. راه هادشي اللي كدير الدوله عندنا في احيان كثيره، تروج خطابا جيدا ولكن عمليا ملي كتجي اللحظات ديال الامتحان ما كنلقاوش هادشي. هادشي الى ماذا ادى؟ ادى الى ان الناس فقدوا الثقه في اي خطاب رسمي يتحدث عن والمؤشرات اللي كاينه حاضره عندنا قريبه هي ما وقع في المغرب من حركات. حنا مازال قراب من حركه الريف اللي هو جرح لم يندمل، ومازال ما عرفناش نقراوه لان التشخيص كيبدا من هذاك الشيء. راه ما يمكنش دير نموذج تنموي وانت لم تشخص علاش خرجوا الناس للاحتجاج. واخا درنا مقاربه امنيه واغلقنا الملف ودينا الشباب للسجن، ها هو مازال عندنا الان ورطه حقوقيه وسياسيه وما درناش تشخيص. ما درناش تشخيص. وقع نفس الشيء في جرادة الناس فقدوا الثقة، ووقع نفس الشيء في مناطق أخرى اللي بداو كيخرجوا فيها الناس ينادون بحقوق عندها بعد اجتماعي اقتصادي وبيئي في الوقت اللي تسد المجال عن الحديث عن حقوق مدنية وسياسية. هذه ما بقات، ولات القلة القليلة هي اللي مازال عندها الجرأة في البلاد لتحمل شعار أنه لا يوجد نموذج تنموي بدون إقرار حقوق مدنية وسياسية هي الأولى، لأن هي التي تحدد فلسفة الدولة. باش تكون الدولة ممثلة حقيقة للإرادة العامة ديال الناس تكون دولة كافلة للحقوق. ما يمكنش تكون دولة مهيمنة كتفرض السلطة ديالها بالخوف وتتحدث عن إطلاق دينامية لمشروع مجتمعي جديد. الناس اليوم كيعيشوا حالة خوف، حالة تردد، حالة غموض. نهبطوا عند المغاربة لأنه ما كاينش دولة وما كاينش مؤسسات لا تلتحم بصوت الناس. أهم حاجة هي الناس اش كيقولوا في الشارع، ماذا يقولون. اللي بغى يبعد كل محاولات السياسة والاقتصاد الاجتماعي اللي بعدت على الناس فشلت، واللي باقا كتبعد على الناس راها غادا إلى الفشل. وكل المبادرات التي تنطلق من عمق شعبي ويحتضنها الناس كتنجح وكتعطي دينامية، ولكن سرعان ما نلتف عليها للأسف الشديد وما كنخليوهاش تمشى بحال اللي حدث في حراك 20 فبراير، لانه جاب مكتسبات كبيره لان الناس تساهموا فيه الناس. وبحال الذي يحدث اليوم في سلوك المقاطعه الذي اطلقه الناس، هذا سلوك المقاطعه ما جا من حتى شي واحد، جا من الناس. علاش جا من الناس؟ جا من الناس يعبرون يرسلون رسائل. ما يمكنش نديروا تشخيص الا ما قريناش هذه الرسائل. اول قراءه كانت لهذه الرسائل هي التهديد، هي عوده الى المقاربه الزجريه. لا يمكن. نموذج تنموي أساسه منظور سياسي تقتنع فيه الدولة بأنها يجب أن تظل تجسيدا لإرادة الناس. الدولة كلما ابتعدت عن أن الناس ينظروا لها على أنها تعبير عن إرادتهم ما غيمكنش تطلق أي دينامية ناجحة. وأنا قلت لكم راه درنا مشروع تنموي في المناطق الجنوبية ودار وتعلن وتطبع وتوزع. ايوا الان خصنا نقيمو لان كنديرو نفس المنهجيه، وانا لا اتصور بان غنديرو منهجيه احسن من هذيك اللي دارت في نموذج التنموي ديال المغرب. انا قلت للسي كمال تحدث عن نموذج التنموي وقلت له البعد السياسي والبعد الحقوقي، لان الناس فعل المقاطعه اليوم اللي ما يمكنش نبعدو عليه وحنا في هذه اللحظه ديال النقاش هو تعبير على عدم ارتياح الناس. يمكن الناس ما كيعرفوش يقولوا لك علاش ما مرتاحينش، ولكن كاين شعور عام بعدم الارتياح، شعور عام عند الجميع، من 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 مؤسسات، من اطر، من فئات شعبيه، من شباب. حتى شي واحد ما مرتاح، حتى شي واحد لا يشعر باننا منخرطون في ديناميه اصلاح. والناس اللي يفترض ان يقودوا هذا الخطاب ما قادينش. راه قبيله قال السي العمران كاينه حكومه وما كايناش، وكاين برلمان وما كاينش، وكاين جمعيات وما كايناش، وكاين نقابات وما كايناش. راه لا يمكن ان تخل بالتوازنات اللي كتاسس لبناء الدوله ونمشيو في مسار طبيعي باش نقولوا راه حنا طالقين
ديناميه شي حاجه كبيره سميتها النموذج التنموي اللي فيه بعد اقتصادي واجتماعي بنظره تكنوقراطيه ضيقه ما عمرها منجت على مستوى الواقع. شكون اللي غيروج لهذا الشيء؟ ها هو خرج. شكون اللي غيمشي يقنع به الناس؟ واش كاين شي نموذج تنموي ما كيخلقش قيم عند الناس؟ هل يوجد نموذج تنموي لا يخلق رهانات عند الشباب؟ دابا الشباب اليوم الى هبط غتلقى الشباب ناقم عن وضع ما عندوش فقط ملامح اقتصاديه واجتماعيه ولكن ايضا عنده ملامح سياسيه وحقوقيه، لان اليوم هناك عوده قويه لمنهج ضبطي، حيث ملي كتوقع على حضاره الازمه وحنا ممكن ان نتحدث عن كوننا يمكن حنا ماشي في مفهوم الازمه بالبعد المؤسساتي، لان عمليا الامور راه غاديه في البلاد نظريا، كاينه حكومه وكاين برلمان وكاينه جماعات والامور كتمشى من هذه الجهه المؤسساتيه الدستوريه القانونيه، ولكن من منظور التعاقدات السياسيه والاخلاقيه اللي كتجمع الدوله بالناس راه كاين مؤشرات ازمه يجب ان نقراها قبل ان تتطور. وراه الناس في كل مره كيشطوا اشارات فعل المقاطعه، راه ماشي غير الناس ما بغاوش يمشيو يشريو لان كاين شي حاجه غاليه عليهم، لا فعل المقاطعه انت ارسل رسائل جوهريه فيها تعبير على ان الناس عياو من سلوك الاحتكار وسلوك التركيز الاقتصادي اللي واقع، وكيقولوا حنا راه الا بغينا نديروا نموذج تنموي جديد هي نوقفوا هذه الظواهر اللي فيها زواج المال في السلطه، فيها استغلال وضعيه احتكار وتضارب المصالح والتنازع ديالها اللي عندها امتدادات ها هي تتجلى اليوم في الحق السياسي والحق الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الى غير ذلك. اذا خلاصه هذا النقاش ان نموذج تنموي واقتصادي واجتماعي اذا كان غيكون وغيخلق رهانات حقيقيه يحسوا المغاربه باننا في مفترق حيت 20 فبراير راه خلقت الناس هذا الرهان، ولاو الناس كيقولوا حنا في بدايه مسار اصلاحي، والناس اقتنعوا بغينا ولا كرهنا، واحد الجزء من الناس اقتنعوا وعطاو فرصه بقاو كيتسناو، وانطلقت واحد الحركيات هنا اللي وقع فيها نقاش واحتكاك وتدافع واختلاف، ماشي مشكل مطلوب هذا الشيء، مطلوب هذا الشيء في الحق المؤسساتي وفي الحياه السياسيه والحزبيه بشكل عام، وانا كنركز على هذا الجانب لان كنعتبر بان هذا هو المدخل، المدخل هو حياه سياسيه متوازنه حقيقيه ستؤدي بنا الى اقرار نموذج ديمقراطي، حيت لا اتصور بان هناك نموذج تنموي ناجح الى ما كانش العمق ديالو بالديمقراطيه. يمكن هذا المفهوم استهلكناه كثيرا في المغرب، وملي وضعنا الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكه في الدستور بقينا كنكرروه بزاف بحال تميع وبعدنا عن العمق ديالو. الديمقراطيه ماشي هي فقط انتخابات وآليه كتنظم الفعل السياسي وكتعطي مشروعيه اكبر للفعل التمثيليه، لا الديمقراطيه ببساطه هي مشاركه الناس في تدبير الحياه العامه. إذا انسحبوا الناس من تدبير الحياة العامة واعتبروا بأن الذين يدبرون والذين يؤثرون فيها لا يمثلونهم، كيكذبوا عليهم وكيحاولوا يوهموهم ولا يضلوهم في كل مرة بشيء جديد، نهبطوا اليوم ونديروا استفتاء عند الناس، ما الذي يمثله لكم نموذج تنموي جديد؟ وحنا راه ماشي بعاد على الناس، غيقول لك تفداو علينا ما كاين والو. إذا انتهى. أنا بالنسبة لي هو تشخيص الأزمة. هذا القرار الأول والأخير الناس، الدولة اللي مربع اتخاذ القرار فيها ضيق ولا يستطيع المجتمع أن يلجا إليه، هذا هو عمق التشخيص. ولذلك أنا تلاحظ بأنني لست متحمسة للانخراط في شي حاجة سميتها نموذج تنموي جديد، أنا متحمسة أكثر لفتح نقاش هادئ ومحسوم على التشخيص. لا لن نتفق على التشخيص، لن نتفق على الاستشارات، وانا عندي مؤشرات مزعجه ما غاديش نتجاوزوها لانها قريبه، ما غانشوفش حاجه بعيده. عندنا حركه الريف، عندنا الاحتجاجات الاجتماعيه التي حدثت، وعندنا التعديلات الاجتماعيه التي لا يمكن ان نركز عليها. في النهايه كلها تعبر على ان الوضع ليس بخير، ما نجيبش تشخيص سياسي يعني ضيق. Yeah.
العلاقة تسمو بين هاتين المقاربتين، كل واحد كيحتاسب الموقع اللي يراه سليما، وكل واحد كيقبل على. شكرا استاذ امينه، شكرا استاذ عمراني. بالنسبه لك حتى تدخل على الدور ولا شكرا للسي احمد عمراني جميل. سعداء ان تواجد معنا في هذه المدينه المناضله. صراحه كل ما كان اخت امينه قالت هذه المساله هذه كل ما كيظهر شي مصطلح اللي لو كان اكبر مثال هو الميثاق الوطني الذي او التنميه المستدامه، ماذا ما هي الاثار ديال هذا الميثاق الان في مجال التنميه حتى شي حاجه. اذا هذه مصطلحات كنستهلكوها ومن بعد راه ما غيكون والو كما قال الاخت، الا اننا فاش كنهضروا على مشاريع ما يمكنش النجاح الا ما كانش هذه المشاريع كتعتبر الانسان هو الحلقه الاساس. حتى في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شنو ممكن الأشياء الجميلة اللي خلات المبادرة في ذاك المعيش اليومي ديال المواطن؟ إلا ما كانتش مشاريع اللي تحفظ الكرامة ديال المواطن المغربي، أنا كنظن أي مشروع تنموي كيف ما بغى يكون الناس كتحدث على مشروع كمشروع في اسم، ولكن حتى واحد ما قدر يقول لنا شنو هي الآليات اللي باش غنخرجوا هذا المشروع الأرض الواقع. الأخت هضرات على جمعية المجتمع المدني، كنعرفوا السياق التاريخي ديال الضرب ديال الجمعية الوطنية، الشبكة المدرسية وأطيطي والشعلة ورميش والطفلة الشعبية اللي كانت كدير الدور التقطيري للمواطن في دور الشباب، خلقوا جمعية ديال السهول والهضاب وعطاوها الإمكانيات، كيديروا لنا البندير والكمال والبيانو. لهذا ما يمكنش نهضروا على مشاريع تنموية والمواطن مازال ما عندوش ثقافة الحق والواجب. نهار فاش المغربي يعرف شنو عليه وشنو ليه ممكن نهضروا على مشاريع تنمويه اللي تحفظ الكرامه ديال المغاربه. اتساءل في مسار التنميه ان التنميه توقفت في القرن 19 جدا، لان بعدها يمكن ان نتكلم انه راه دابا عندها امباكت، راه كانت امباكت بي في الديزاين سيكل. كيف؟ اننا انطلقنا من يعني الناس اللي كيبحثنا دول حنا وما شاف واحد المسار نموي في التنميه، انه اولا يهتموا بالبشر الانسان، الاهتمام بالانسان باش ندير التنميه خصنا نهتموا بالانسان اولا. ذاك الاميه ما بقاش بحال سنغافوره بحال ماليزيا، راه كانوا افقر من المغرب غير الستينات والخمسينات، ولكن عندما اهتمنا بالانسان تكوين الانسان قفزوا واحد القفزات نوعين. اذا ثم اتساءل هل انا كواطن ارى نفسي في من يمثلني؟ خص الناس اللي كيمثلوني في البرلمان